بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. برشلونه بيخسر من ريال مدريد 2-0 في الكلاسيكو، الموضوع بيبقى صعب برشلونه ومنافسه على الدوري، بس انا عشان ما اضحكش عليك انا مش جاي من مباراه بلد الوليد، وانا عندي يقين ان برشلونه هيعمل جيم كويس قدام ريال مدريد. كنت بتمنى على الاقل ان احنا نطلع متعادلين، ما كانش عندي اي مانع ان احنا نطلع متعادلين مع ريال مدريد، ما كانش عندي تفاؤل الغير طبيعي اللي كان موجود الفتره الاخيره حوالين برشلونه هيقدر يكسب ريال مدريد مستريح في الكلاسيكو، لان الوضع واضح يا جماعه ان احنا لسه الفريق ما استواش، الفريق لسه كمنظومه مش قويه جدا، منظومه هشه زي ما قلت لك مباراة بلد الوليد. احنا بنحاول نكون اقوياء علشان خاطر احنا السنه دي مجبورين على حاجه معينه، ما عندناش احتياطي، مجبورين على 12-13 لعيب. كومان لسه بيحاول يشتغل شويه مع المنظومه الدفاعيه، بيفكر ان هو يغير الطرق كل مباراه من 3-4-3 ل 3-5-2. النهارده جاي لعب 3-5-2، بس مشكله 3-5-2 اتكلمنا عليها في اول مره كومان استغلها في مباراه تشيبيليه، ان انت لما بتلبس هدف الوضع بالنسبه لك بيبقى صعب جدا انك ترجع في النتيجه، وده اللي حصل النهارده. بالمناسبة 4-1-4-1 بتاع زيدان النهاردة كانت جيدة جدا، حتة انك تعمل زحمة في نص الملعب، كازيميرو قدامه، مودريتش قدامه، كروز بالطرف، فالفيردي على اليمين، عندك الناحية التانية كان مفترض ان انت فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما، وكل الفكرة بتاع زيدان على حوالين حاجة واحدة بس، سيب الكرة لبرشلونة والعب من وراء منجويزة واعتمد على السرعات اللي بيمتلكها فينيسيوس، وبعد كده فينيسيوس التسهيل النهاردة موفق هيسجل، مش موفق هيباص لبنزيما. للأمانة بتاعت ربنا ريال مدريد كان ممكن يطلع سكور، ريال مدريد كان ممكن يكسب بنتيجه عاليه، بس ريال مدريد ما عندوش حد بيجيب اهداف، وده اللي ظهر في الكور كتير قوي لريال مدريد كان بيلعبها لفينيسيوس، وسوء مستوى فينيسيوس النهارده او سوء الحاسه التهديفيه عنده النهارده خلت النتيجه تكون متقاربه اغلب الوقت، حتى بعد ما الريال ما بيقدر يجيب الهدف الاول. ولو دورت على الهدف الاول والهدف الثاني هتلاقي انت عندك مشكله في الهدف الاول تحديدا، وهي حته ان احنا لسه عندنا اتنين مساكين ما عندهمش خبرات، سواء منجويزا او سواء اروخو، انما مفترض اللي يشيله من الناحيه الثانيه يكون لانجليت، بس لو دورت على لانجليت ساب الكوره ودخل فين في العمق، ما فكرش يروح على كريم بنزيما وساب بنزيما لاراخو وقرر ان هو يستلم اللي جاي، بس للاسف كريم بنزيما بياخد العرضيه من فاسكس ويقدر ان هو يحولها بالكعب لهدف اول بيغير الجيم كله، وتقعد تستنى العالم من ميسي او استنى العالم من ديمبلي، لان احنا متفقين في 3-5-2 بتاعتنا في وجود عثمان ووجود ميسي ان هما الاثنين هما القادرين ان هما يسجلوا. اما حته ان انت النهارده بوسكيتس في البدايه دي كانت عليها مليون وعلامه استفهام، بما انك كده كده قررت ان انت تحط فرانك ديونج تحت، لا انت حطيته هو وبوسكيتس وحطيت معاهم بدري وقررت ان احنا هنعمل زحمه بزحمه، طب ما طبيعي ان ريال مدريد قوه نص ملعبهم هيسيطر عليك، بس ريال مدريد قرر ان هو هيسيب لك الكوره هيلعب على المرتدات، ودي اللي كانت مشكله بالنسبه لنا وكانت واضح ان احنا عندنا ازمات. بس الامانه برضو ما اتفاجئتش علشان خاطر احنا الفرقه بتاعتنا ما عندناش خبرات، بنحاول على قد ما نقدر، مش زعلان للامانه لان احنا عملنا اللي نقدر عليه، احنا كفريق عملنا اللي نقدر عليه، حتى تخيلاتنا برضو ده المتاح، ده اللي احنا نقدر نقدمه السنه دي. غير كده ما اقدرش اقول لك ان انا كنت طمعان قوي ان احنا نرجع في نتيجه ونكسب ريال مدريد، حتى لما رجعنا عن طريق الهدف اللي منجويزا بيحرزه العرضيه من جوردي ومنجويزا بيستقبلها، قلت والله كويس ريال مدريد نص ملعبه بدا نرجع لورا شويه، مودريتش وكازيميرو وتوني كروس هيرجعوا بعد 60 خلاص لان هم بدنيا بيرهقوا تماما، فهنقدر ان احنا نمسك الجيم ونضيع كور، واحنا فعلا قدرنا نسجل في الدقيقه 58. يلا بقى يا جماعه لسه بدري نحاول نرجع في النتيجه، بس للاسف لما الريال كان بيبقى قافلها قوي كده في منطقه الجزاء بتاعه كنت بتلاقي ان الريال عامل لك ستاره كان بيجبرك على انك تلعب عرضيات، ووقتها بتقعد تسال نفسك وبرشلونه عنده 9 ولا ما عندوش 9؟ ما عندكش 9، حتى لما نزلنا انطوان جريزمان والطريقه نوعا ما كانت باينه ان هي الشوط الثاني اتقلبت ل 4-3-3 او 3-4-3 اسف، وكان واضح ان احنا بنحاول على قد ما نقدر، بس والله يا جماعه ده المتاح. هتقولي كان في ضربه جزاء بالنسبه لنا لقطه البرسوايت تشد فيها من مندي تتحسب، مش بقولك ما تحسبش تتحسب، بس ما تحسبتش، هنعمل ايه؟ هنقعد نشتكي ونعيط ونقول اتظلمنا؟ خلاص ما تحسبتش. هتقولي كان في حاجه تانية لديمبلي؟ لا ما كانش في حاجه تانية لديمبلي، هي دي اللي ممكن تتحسب، لان ايد مندي كانت ماسكه نوعا ما او كانت اعاقت برسوايت من ان هو يوصل للكوره، بس عملنا اللي علينا. حتى الكوره الاخيره بتاعت اليكس مورابيا كانت ممكن تخش، بس عشان خاطر ما تعرفش يا اخي، يعني يمكن ربنا محضر لنا حاجه السنه الجايه بالتعاقدات، يمكن في حاجه، بس احنا النهارده حاولنا على قد ما نقدر، حاولنا على قد ما نقدر، عملنا جيم كويس. جوردي ألبا وديست كانوا خارجين تماما بره فورمتهم، وتحديدا ديست، لان ديست كان نفسي افهم في لقطه الهدف هو كان واقف فين، يعني هو كان واقف قدام تير شتيجن، فانت كان واقف قدام تير شتيجن بتعمل ايه اساسا؟ الكره انت عطيها ظهرك فيها خبر في ظهرك وراحت مع واحد مغمض عينيه زي جوردي ألبا، جوردي ألبا مغمض عينيه والكره جت جابها في نفسه، كان الموضوع صعب جدا وميؤوس منه انك تخسر بهدف
زي الهدف الثاني اللي جه فينا. بس هنعمل ايه؟ عملنا اللي علينا. مباراه ما بتقدرش ان انت تزعل وتقول كان في اكتر من مكان، لان ده افضل كلاسيكو احنا بنلعبه من فتره او من اربع ماتشات ما شفناش كلاسيكو برشلونه قادر ان هو يقف على رجليه كده غير النهارده الامانه. ودي حاجه تحسب لكومان وتحسب للعيبه على قد اللي احنا بنقدمه بنقدمه، ودي حاجه ما تزعلنيش. انا اللي بيزعلني ان اللعيب يكون عنده امكانيات عاليه جدا وما يقدمهاش. لا، الناس النهارده قدموا كل اللي هم في استطاعتهم. بيدري كلاسيكو يعني لسه ما معلمش قوي في الكلاسيكو، فطبيعي ان هو هتلاقي ان هو مقلق متوتر. بس اللي مش طبيعي انك تلاقي ان بعد نزول انطوان جريزمان برده كله كره بيبصي ميسي عشان خاطر ميسي يفنش. هارد لك وان شاء الله خير، وان شاء الله لسه الدوري ما خلصش، فيه ان شاء الله حاجه محضره لنا ربنا كده في نهايه السنه، علشان خاطر بنحاول والله يا جماعه على قد بنقدر وعلى قد امكانياتنا حاول نقف قدام ريال مدريد. انت اتفرجت على التغييرات هتعرف احنا قد ايه الوضع بالنسبه لنا صعب. هو بينزل اسكو وبينزل مارسيلو وبينزل حتى ماريانو دياز، واحنا بننزل موريبيا وبننزل سيرجيو روبرتو. ما حدش عارف ليه سيرجيو روبرتو اساسا اتحط في السكور وليه سيرجيو روبرتو بيشارك. بس يلا نعتبرها زي كل حاجه بتحصل في برشلونه السنه دي، كله بيعدي.